قول لي يومك ايه حبيبي الحكاية والله. حبيبي، انا بروح الصبح الشغل الساعة 6، بيجي بياخد وردية لحد الساعة 12 وبيجي ينام، ولا بيروح هنا ولا هنا. ادي ده كله، وده واد غلبان، راحوا من الثلاثة ركبوا معاه، راحوا خدوه، ذبحوه وخدوا منه التوك توك. كانوا خدوا التوك توك وسابوه، كانوا خدوا التوك توك وسابوه لأمه الغلبانة العيانة. ما عرفتش اروح ادور على ابني، ما قدرتش اروح ادور عليه، رجلي مورمة وايدي مورمة، ما قدرتش اضخ عشان ابني. قلبي وجعني عليه، قلبي وجعني عليه يا ابني والنبي. جيبولي حقه، جيبولي حقه يا حبيبي. ان شاء الله حقه يجي. مشاهدي سين في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في لايف جديد. موجودين معاكم من منطقة امبابة، من اللي لكم واقعة مأساوية، وهي قتل او يعني ثلاثة انهوا حياة طالب شاب طالب في منطقة امبابة عشان يسرقوه. الطالب ده كان حد مجتهد وكان بيساعد اهله في المصاريف وكان شغال على توك توك. الثلاثة دول طمعوا في التوك توك فاستدرجوه لمنطقة بعيدة عن منزله او عن المنطقة، وقالوا له تعالى وصلنا في مكان معين. راحوا يعني خلصوا عليه وخدوا التوك توك وهربوا. ما احنا هنا موجودين مع الاسره، الاسره اللي هترولنا الكواليس الواقعه والتفاصيل. وهم برضه الناس كلها بتحبه، المسيحي قبل المسلم، تمام. فهم يعني اتصلوا بيه، متعرفين عليه، هو بقى لهم كام يوم اللي هو يوصلهم يعني، يوصلهم ويوديهم ويجيبهم. وطبعا هم بيرضوه، يعني مثلا هو بيدي له مثلا مشوار 50 فبيدي له 60، فبس بيروح. هو تمام، كمل. كمل. بس يا فندم، فكل اللي انا عاوز اقوله لك، اي حد بيتفرج على الفيديو دوت او اي حد يعني، هم استدرجوه قالوا له تعالى طلع معانا الكرتونه دي فوق في الشقه. ايه اللي حصل بقى؟ هتشيل حاجه من فوق، هتشيل معانا حاجه من فوق. وزي ما تقول يعني، هم كانوا يعني نيتهم متربصين له وشنقوه وعوروه، حضرتك فاهم، ومش ابننا اللي تعمل فيه كده. ده كله عشان يسرقوا التوك توك، كل ده عشان يسرقوا التوك توك. وخدوا التوك توك بالفعل، فعلا خدوه، خدوا التوك توك بالفعل، التوك توك وسابوه، واتصلوا بالمحامي. خدوا التوك توك وسابوه يا واحد من المجرمين، اتصل بالمحامي قال له احنا قتلنا باسم ومعانا التوك توك. فحضرتك المحامي راح لظابط المحامي ده، صاحب القتله، صاحب القتله. يعني هم لما نفذوا الجريمه كلموا محامي، كلموا محامي يا فندم صديقهم. ده ليه بقى؟ قال له احنا جايين لك، احنا قتلنا باسم وانا جاي لك بالتوك توك. فحضرتك المحامي برضو قام رايح لرئيس المباحث، اتصل بيه قال له ده في جريمه قتل حصلت، واحد اتنين تلاته. فحضرتك يعني استنتجوا مع المحامي، المحامي بقى يتصل بالشاب اللي عمل لهم كابين، يعني عمل لهم كابين، فقبضوا على ال واخواته الاثنين البنات. فقبضوا واخوات البنات برضو، اخوات المجرمين، اخوات البنات الاثنين شاهدين عليهم، تمام. فهم اثنين مجرمين اخوات ومعاهم صديقهم واحد صاحبهم، تمام. بس فحضرتك احنا قاعدين التلاته يشيل، التلاته يموتوا زي ما سالوا، التلاته يموتوا زي ما موتوا. دي صرخه، وحرقوا قلبي، صرخه ام عندها سرطان، عندها سرطان مريضه. فاي حد اي حد بيتفرج على الفيديو دوت، حضرتك يعني اعتبره اخوه او ابنه. وابوه شغال يوم 10؟ لا، اجري عليه زي ما انت شايف، يجيب لي العلاج بتاع السرطان بتاعي. هو اللي بيسندها، هو اللي بيوديني المستشفى ويجيب لي العلاج يا ناس. احنا عايزين حقنا، احنا مش عايزين حاجه غير حقنا. القصاص برضو بالقانون، احنا مش عايزين حاجه غير بالقانون، وبلدنا بلد عادله ان شاء الله. هو كده كده احنا في بلد قانون زي ما انت بتقول كده، وتم القبض عليهم وان شاء الله يعني هياخدوا جزائهم ان شاء الله. وربنا تقول للحكومه، تقول للحكومه والنبي، والنبي تقول للحكومه دي واحده غلبانه وعايزه حقها. هو انا عايز النائب العام يسمعني، النائب العام يسمعني، الحكومه بتاعت مصر كلها تسمعني، المحاميين كلهم يسمعوني، يجوا يقفوا جنبي. السعوديه والكويت والامارات، هو كله طبعا، هو يعني دول غريبه. ايه فؤاد؟ طبعا احنا شفنا الجنازه بتاعته كانت مهيبه جدا، وشفنا كمان يعني حب الناس هنا في المنطقه، كل هنا الناس بتحبه، مسمينه في سواق الغلابه، ومسمينه شهيد امبابة. سواق الغلابه لو ما معكش فلوس يوديك. شفت بص لو ما معكش فلوس، ولا واحده عيانه يقول لها تعالى اوديك ياما لحد البيت. لو بنت واقفه، بنت بنوت عشان ما تتعكسي، يقول لها تعالى يا اختي اوديكي. الناس كلها بتحب، مش كلام، العيال والكبار وكلهم بيحبوه عشان خاطري. يا حكومه مصر، يا محاميين مصر، تعالوا اقفوا جنبي، تعالوا اقفوا جنبي، ده انا غلبانه، وجيبوا لي حق ابني، والتلاته يتشنوا.
شاء الله يعني حقك هيجي وحق فؤاد هيجي، مشاهدينا في كل مكان بكده ونكون يعني. حتى لما كان بيجي الساعه 11 12 الدور كان بيجي هنا ده بيت ست، ودي خالته كان يجي يقعد هنا عند خالته ياكل وممكن ينام ساعه وينام. دي خالته اساسا يقوم من النوم يعتبر هي اللي مربيه، يتغدى معانا وياخد بعضه ويروح ما ينزلش تاني. هيروح فين؟ ولا بتاع برشامه ولا بتاع حشيش، وهي تسال وهي العيال دي اساسا، وانا اسال تقول لي عندي. في يوم واحد منهم القاتل بيشرب كل حاجه باعتراف من اخواته البنات. هو قبل كده حكى لك عن القتله دول مثلا؟ قال لك قال لك في حد، قال لك في حد مثلا بيتكلم معايا حد يا حبيبي ولا ليه علاقه بيهم؟ كان شغال معايا قبل العيد في الاحذيه. هو بقى له 15 يوم او 3 اسابيع بالظبط شغال على التوك عشان يجيب مصاريفه. لما عيل ينزل من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 12 الدور كان عشان الاحذيه مريحه طبعا، انت عارف اللي بعد عشان ينزل يجيب له 50 60 جنيه يخليهم في جيبه. ما كان ممكن ينزل يجيبهم اسهل من كده، بيع مخدرات بيع مش عارف ايه، لكن مش سكتنا احنا الحاجات دي. ده شاب انت لو شفته ما تقولش ولا حرامي ولا متفرج عليه. هو سكتك اصلا على السوق بتاعه ده شغال عليه بتاع واحد صاحبه، قال له خد اطلع عليه طالما قاعد. طالما قاعد اطلع اتسرق. ده باسم اهو طبعا، واحنا شفنا باسم وكل صوره باسم يعني كانت متداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم سواق الغلابه، يعني هو مشهور بسواق الغلابه صح. شكرا لحضرتك مشاهدينا في كل مكان بكده.